هي فقرات أغنى ذائقة الحضور ممن توافدوا لحضور النشاط الفني الذي أقامه المركز الثقافي على خشبة دار الثقافة في المدينة، والذي تضمن عددا من المواهب الشابة ممن شاركوا بمختلف العروض. وبافتتاح معرض لرسوم البورتريه لمجموعة من الشباب حمل اسم وجوه، كانت بداية الفعاليات المقدمة في المركز الثقافي. ثم تنوعت العروض ما بين مسرحية قدمها عدد من الأطفال بعنوان العربية ملكة اللغات، تبعها لوحة غنائية وطنية راقصة باسم مثل الشمس جبينك عالي، ووصلة غنائية للموهبة الطفل محمد نويران. أنا إنه أكون اللغة الإسبانية، أنا بحب اللغة العربية كتير، وبدي أشجع الناس إنه دايما يحكوا باللغة العربية لأنها لغة الضاد ولغة القرآن العظيم. أنا أحب اللغة العربية كثيرا لأنها لغة الضاد ولغة القرآن العظيم، وأشجع الناس كثيرا أن يتكلموا بها. طبعا الهدف من العمل كان بالدرجة الأولى إبراز أهمية اللغة العربية، وهي لغة الأجداد وهي لغة العالم. طبعا كان مجموعة من الأطفال استطاعوا أن يؤدوا دور بشكل جيد حتى وصولا إلى إبراز ملكة اللغات واللي هي اللغة العربية ولغة الضاد. وبوصلة غنائية حملت مزيجا ثقافيا وموسيقيا وتراثيا قدمها فريق كورال تناغم الموسيقي، كانت الكفيلة في إظهار وتنوع الذوق الموسيقي العام لدى الحضور الذي أظهر حماسه لعودة النشاطات الثقافية للمحافظة. احنا فرقة تناغم سوريا، طبعا فرقة تناغم هي عبارة عن تماسك مجتمعي، بنقدم وصلة من غناء التراثي وغناء من ألحان المدام غادة حرب. نحن اليوم إن شاء الله راح نقدم وصلة عن تراث درعا وأغاني من كتابة المدام غادة حرب وألحان الأنسة سفانة بقلة. فكرة الكورال هي عبارة عن مشان التماسك المجتمعي، يعني مشان إنه نحن نقدر نوصل الصورة اللي بالنسبة اللي إلنا نوصل للعالم. طبعا بدنا نسمع أغاني تراثية وأغاني من المشروع، يعني مثلا نشيد تناغم، قصيدة بلادي، في أكثر من موضوع. وكخطوة لتشجيع المواهب الشابة اختتم الحفل الفني بتكريم المشاركين في الفعالية الثقافية من قبل الجهات المعنية وإبراز الدعم لتقديم الأفضل. مرح المقداد، الإخبارية السورية.